هناك آيات، يعني أنا ما أريد أن أطيل عليكم، هناك آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أيضا تشير إلى تزكية القراءة وتهذيب القراءة وتأديب النفس إن حاولت التمرد أو الخروج عن الغاية التي شرعها الله وذكرها في هذه السورة. من ضمن هذه أن الله تعالى قال: كلا إن الإنسان ليطغى. هذا واقع، يعني تلاحظوا أن الواحد يقرأ كم كتاب ويرى في نفسه المكنة ويرى في نفسه الاطلاع، يقول لك أنا خلاص قرأت كم كتاب، فيبدأ في الطغيان، يبدأ في الخروج حتى عن حدود شريعة الله تعالى، حتى لو يعني لو وجد نفسه مضطرا إلى المساس بذات الله تعالى لأن غروره أعماه. ولذلك قال الله: كلا إن، تأكيد إن الإنسان ليطغى، طغيان، يعني حتى عبر بكلمة الطغيان وهو أمر مرعب. كلا إن الإنسان ليطغى، طبيعة فيه أن يطغى، فإذا ما زكى نفسه بهذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه الضوابط فهو معرض للطغيان. بصيغة التوكيد: كلا إن الإنسان ليطغى. طيب هذا الطغيان مو علاج قلبي، هي في السورة نفسها. الإنسان، ها المولى سبحانه في القرآن الكريم تصريح قوي جدا بأن الإنسان طبيعة طغيان تمرد، وهذا واقع. قلت لكم يعني أن الواحد تلاحظه يعني حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، واحد ما قرأ إلا شيئا يسيرا ووجد في نفسه إعجابا وغرورا حتى حدثته نفسه أن يخطئ فلانا أو يخطئ فلانا أو يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعدى أحدا على ذات الله تعالى. من يعني فترة قريبة جدا سماحة الشيخ حفظه الله كتب منشورا، تتابع أحيانا منشورات سماحة الشيخ التي يكتبها وينشرها في حسابه الرسمي. من ضمن هذا المنشور كان يتحدث عن إخلاص العبادة لله، وذكر خضوع الإنسان كليا لله تعالى، ويجب أن يكون خاضعا لله مذعنا لله تعالى. من ضمن يعني أذكر الردود الجريئة جدا، حتى بإمكانكم الرجوع إلى حسابه ستجدون الرد موجود إلى اليوم. يقول بأن هذا الخضوع، هذا الرد، يقول الرد على تغريدة أو على كتابة سماحة الشيخ، يقول هذا الخضوع هو اللي خلاني أصلا ما أصلي. يشير إلى نص سماحة الشيخ: هذا الخضوع هو أصلا اللي خلاني ما أصلي، لأن أنا ما خاضع إلا لنفسي. هكذا رجع للنص موجود. هذا ما طغيان؟ طيب هذا لو رجعت لتاريخه في القراءة ستجد أنه يقرأ من غير تزكية، وهذا يقصد، هو قاصد في الغرور، في العنجهية، في التمرد، في الخروج عن حدود شريعة الله تعالى، ومتعمد. ولذلك الله تعالى يؤكد: كلا إن الإنسان لا يطغى، طبيعته ياخذ الطغيان. طيب العلاج؟ قال لك العلاج زكي. من ضمن حلول التزكية أو من ضمن يعني هذا الطغيان هو الخروج. الطغيان هو كما يقال هو الخروج عن الحدود. يحتاج هذا الطغيان ماذا؟ يحتاج رادع، يحتاج غطاء، شيء يرجعه إلى تحت، يعني إلى الأسفل، يرجعه إلى ميزانه المعتدل. كلا إن الإنسان ليطغى. من ضمن هذا الحلول في الآية نفسها، في الآية التي نحن الآن بصددها: إن إلى ربك رجع.
هذا علاج. حدثك نفسك بالطغيان تخرج كما يقول العماني كدس عليها إن إلى ربك الرجعة، تراك في النهاية سترجع إلى ربك، فتطغى تطلع فوق تتكبر تشوف نفسك إن إلى ربك الرجعة، نزلها تحت. إذا استطعت أن توازن إن إلى ربك الرجعة ترى أنت بخير وسلامة. ما نجحت، هناك علاج آخر يذكره الله سبحانه وتعالى في السورة نفسها: ألم يعلم بأن الله يرى. هذا سؤال يعني أو استفهام يقرر الإنسان، أنت ما تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك، أي بين قوسين الرقابة، تستشعر رقابة الله لك فتخلص العمل له. ألم يعلم بأن الله يرى، هذه حلول. نسمع عن تزكية النفس، لكن تزكية القراءة مهمة جدا، وكل علم لم يكن بتزكية فهو لا ينفعك. كل علم لم يكن بتزكية قالوا مؤداه إلى الغرور، وكل تزكية لا تستند على علم فهي جهل، هذه التزكية جهل. كل علم لم يكن بتزكية فهو غرور، وكل تزكية لم تستند على علم فالتزكية جهل. أنت تزكي نفسك لكن يعني ما متعلم، فهنا التوازن مهم، أن الإنسان يقرأ ويتعلم ويهذبها يؤدبها يرجعها إلى أصل خلقتها إلى أصل تكوينها، يرجعها إلى مقامها إلى تأديب الله تعالى لها، أن هذا الإنسان مخلوق من كذا، مخلوق من نطفة ثم من علقة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،